صلى الله عليه وسلم صاحب الفضيلة يقول: لقد وجدت في بعض الإعلانات أن يوم القيامة هو عام 2126 ميلاديا، والسؤال: هل يجوز أن أري بعض الأصدقاء هذه الإعلانات أو أن نصدق فيها أو نتأمل في طريقة حسابها؟ هذا من ادعاء علم الغيب، لأن قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، لم يطلع عليه أحد من خلقه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فمعرفة متى تقوم الساعة هذا لا يعلمه إلا الله، كما تواترت بذلك الأدلة وكما أجمع على ذلك المسلمون. فمن ادعى أنه يعرف متى تقوم الساعة فهو كافر، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم، مكذب لإجماع المسلمين. ولا يجوز الالتفات إلى هذا القول أو ترويجه، هذا كذب على الله وعلى رسوله، وهو من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلا يدري أو لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يعلمون. فلا يجوز لأحد أن يدعي أن علم أن قيام الساعة عام كذا أو في وقت كذا، لأن هذا من الكذب على الله والكذب على رسله عليهم الصلاة والسلام.